روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله.